حكايات ميجو ونانا. كان يا مكان في غابة من الغابات أرنب صغير عايش مع ماما في بيت صغير. كل يوم الصبح ماما بتصحى بدري بتجهز الفطار. يلا بينا نشوف عملوا ايه. صباح الخير يا أرنبتي، عامل ايه؟ نمت حلو؟ يلا اغسل سنانك وتعال عشان ناكل. حاضر يا ماما. يا مامتي يا جميلة، انت يا حلوة، انا بحبك قوي. يلا يا قمر بسرعة علشان المدرسة. حاضر حاضر يا ماما يا مسكرة، تسلم ايدك يا قمر. باي يا حبيبتي. حبيبي يا أرنبتي، ترجع بالسلامة. باي باي. ماما ماما أنا جيت يا حبيبتي، عملنا إيه أكل النهاردة؟ وحشتيني خالص. أهلا يا حبيبي، ممكن تدخل تغسل إيدك يا أرنبتي. يلا يا قمر عشان ناكل. حاضر يا ماما. هو يا ماما ليه إحنا كل يوم مش بناكل زي باقي صحابي الحيوانات؟ إيه؟ يعني إيه يا أرنبتي؟ يعني يا ماما أنا صحابي كل يوم كل واحد منهم بياكل حاجة تاني غير اللي احنا بناكلها، ليه احنا بقى مش بناكل زيهم؟ يعني الشبل صغن بيجي كده ويبقى معاه لبن ويفضل يشرب فيه قدامي ويغزني، وكمان البطة بتبقى كده بتقعد تكك كك كك وانا مش بعرف اعمل زيها، وبتاكل شوية حاجات كده غريبة مش عارف ايه هي. بص يا أرنبتي يا أرنبتي يا صغنن، كل واحد ربنا كاتب له حياة بيعيش فيها، وده أكلنا وحلو وربنا عامله علشاننا، يبقى احنا لازم نشكر ربنا. الحمد لله يا رب ان انت بتدينا الأكل ده. بقى الحمد لله. ماشي ماشي، يلا تصبح على خير. وانت من أهله يا حبيبي، ربنا يهديك يا أرنبتي وترضى بالحاجة اللي ربنا مديها لنا. صباح الخير يا حبيب، عامل ايه النهاردة؟ يلا بقى أنا مجهزة لك الفطار الحلو اللي انت بتحبه. ماشي ماشي يا مامتي، أنا هقوم دلوقتي. مالك بس؟ أنا مش بحب الجزر ده، أنا مش عايزه. كل الناس تقعد تاكل حاجات تانية إلا أنا. بصي بقى انا زعلان منك عشان ما بتعمليش حاجه غير جزر. يا حبيبي ده اكلنا وربنا مديهولنا. لا بقى انا ماشي انا ماشي. رايح فين يا ارنب؟ تعالى يا حبيبي. لا انا هروح اشوف اصحابي بياكلوا ايه واكل زيهم، الاكل بتاعنا وحش وحش وحش. يا ساتر، كل يوم جزر كل يوم جزر كل يوم جزر. وبعدين بقى انا زهقت، اما اروح اشوف اصحابي الحيوانات التانيين بيعملوا ايه. مالك يا أرنب؟ مالك زعلان كده ليه؟ محدش دعوة بيا، وانتي كده طويلة 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 ورجلك كبيرة يا ست زرافة. مالك بس انت صغنن ليه زعلان؟ اصل ماما ما بتعمل ليش غير حاجة واحدة بس، جزر جايزة 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 جايزة. استنى بس. قولي تقصد ايه؟ يا ستي بقولك جزاي جزاي جزاي. جزر. طب ما حلو يا ارنب، الحمد لله عليه. تاني انت كمان بتقولي لي كده؟ طب انت بتاكلي ايه؟ انا باكل ورق الشجر، شايف اخضر وحلو وجميل ازاي؟ تعالى اتفضل كل معي. اكل معاكي؟ اكل ورق الشجر معاكي؟ طب ما تديني. اديكي ازاي يعني؟ انا اصلا بقطعه بقي واكل.
تعالى انت كمان اعمل زي. اعمل ازاي يعني؟ انا صغنن وانت رجلك طويلة ورقبتك طويلة وعمالة طول الشجر، انا مش هعرف اكل لما انت بتاكلي كده هوت. وبعدين ارميلي ورقة. حاضر، انا هقطع لك ورقة، بس من فضلك ما تطلبش مني تاني عشان انا بحب اكل الاكل بايد وحدي. اتفضل كل بالهنا والشفا. شكرا، واضح انها يبقى اكل حلو. اي انا بحب الحاجات دي. ده اكلي وانا مبسوطه بيه. من فضل ما تقعدش تتريق على اكلي. انا ماشي، كل شويه تقولي تتريق على اكلي. انا بقول الحمد لله. اكلي ده طعمه حلو قوي. لا انا مش شايفه يا اختي، انا رايحه ادور على حاجه تانية. ده الجزر طعمه كان مسكر بس ناشف شويتين. مش هاكل جزر تاني، انا دور على حاجه تاني. تك 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 معاك 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 معاك. ايه ده؟ انا سمعت صوت حاجه بتعمل كده. ايه ده؟ اما اجري اشوف ده مين. معاك معاك. يا بطة ازاي؟ تك. اهلا، عامل ايه؟ عايز ايه يا ارنوب؟ انتي حلوة خالص وانتي جوه المية يا بطوط. مبسوطة وانتي جوه المية؟ تك تك. طبعا ده مكاني وانا بحب العب في المية. طيب طب انا جعان. كاك كاك. ما تروح لمامتك هي تاكلك. باك باك. انا باكل اكلي. طب انتي بتاكلي ايه؟ انتي بتاكلي ايه يا بطوطة؟ باك باك. انا بنزل منقاري جوه الميه واكل شويه اعشاب من اللي في الميه، وكمان في سمك صغنن خالص. باك 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 باك. باكله. ايه سمك؟ انت بتاكلي السمك وبتاكلي اعشاب من الميه؟ باك باك. الحمد لله. وساعات بيجوا صحابي يرموا لي عيش واكله من الميه. باك 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 باك. ده بيبقى حلو خالص. ايه لا يا اختي، انا مامتي كانت بتجيب لي جزر جزر جزر. كلهم بيتريقوا علي عشان بنطقها غلط. طب ما انا لسه صغير، ما انا بنطقها غلط اعمل ايه؟ بقولك يا ست، ماما كانت بتجيب لي جزر جزر. فهمتيها؟ باك 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 باك. تقصد جزر؟ ايوه يا اختي هو ده. انا باك 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 معرفش اكل جزر، لكن باكل عشان باك 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 باك. وعيش مبلول. باك 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 باك. بس انا مش عندي منقار زيك ولا بعوم في المية، انا بخاف اغرق. باك 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 باك. علشان انا ربنا خالق لي ايديا بتعوم في الميه، وكمان منقاري بيعمل باك 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 باك. لو كلت الحمد لله.
رب بقى أنا جعان أنا جعان مش حرف أكل أكلك. طب ايه رأيك يا بطة تحدفيلي حتة من الأعشاب اللي عندك يمكن يكون طعمها حلو. باك 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 الأكل على قدي. عايز انت؟ انزل خد عشان خد انا جعان انا جعان. باك 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 باك. طيب انا هجيب لك حت. باك ده ماشي بس هي مالها مليانة كده حاجات غريبة. ايه ده سناني سناني قوية لزقت فيها الاعشاب اللي انت عاملاها دي. طعمها كمان وحش قوي. مش هاكل اكلك انا مش هاكل اكلك. استنونا في الحلقة الجاية نشوف الارنب عمل ايه.